بإذن الله ندوتنا اليوم حتكون عن تصميم الانفوجرافيك التعليمي الثابت والمتحرك. أنا الدكتورة تغريد عبد الفتاح الحالي، أستاذ مساعد في تقنيات التعليم بجامعة طيبة. حقيقة أنا سعيدة بوجودي معكم لتقديم هذه الندوة التي تستهدف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية. طبعا كل الشكر والتقدير للجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم، ولعمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد على إتاحتهم الفرصة لمثل هذه الندوات للتطوير المهني للمعلم والمعلمة. طبعا بس حابة أعرفكم بنفسي، أستاذ مساعد تقنيات التعليم، مدرب معتمد في التدريب على تقنيات التعليم وتطوير الذات. عندي عدد من الدورات من الاعتمادات التدريبية، وعندي عدد من الأبحاث المنشورة في مجال تقنيات التعليم. أيضا لدي كتابين، أحدهما بالشراكة مع إحدى الزميلات. يعني صراحة شغوفة في مجال تخصصي وما يخدم هذا التخصص. طبعا حياكم الله جميعا. الهدف العام من الندوة الإلكترونية اللي هي تنمية مهارات المتدربات والمتدربين في تصميم الإنفوجرافيك التعليمي الثابت والمتحرك. بإذن الله سنفهم ما هو مفهوم الإنفوجرافيك التعليمي، التمييز بين نوعي أو أنواع الإنفوجرافيك التعليمية المختلفة من يعني من حيث عدد من التصنيفات. أيضا سنفهم يعني أسباب الاهتمام المتزايد في بموضوع الإنفوجرافيك التعليمي. جميعكم أكيد أكيد تلاحظون أن جميع المؤسسات والجهات والقطاعات أصبحت تتجه نحو تصميم الإنفوجرافيك. طيب سبب الاهتمام المتزايد بهذا الأمر، خصوصا طبعا احنا يهمنا في المجال التعليمي، لماذا اصبح الاهتمام به متزايد بشكل عام وبالاخص في المجال التعليمي؟ ايضا نتتبع خطوات تصميم الانفوجرافيك التعليمي في موضوع مختار بشكل مميز وسليم وعلى اسس سليمه، استنتاج خصائص الانفوجرافيك التعليمي الناجح. متى نطلق على هذا الانفوجرافيك التعليمي انه فعلا انفوجرافيك تعليمي ناجح؟ لان اصبح هناك خلط للامانه في الاونه الاخيره بين موضوع الانفوجرافيك وبين عدد من المصورات الرقمية أو المصورات التعليمية. أيضا سنحاول بإذن الله أو سنطبق معا تصميم انفوجرافيك ثابت ومتحرك في أحد موضوعات المقررات الدراسية، كل فيما يخصه طبعا. أنا حابة قبل ما أبدأ يعني تفضلا وكرما يعني نتعرف على الحاضرين والحاضرات من الأخوة والأخوات معنا في هذه الندوة. تخصصاتكم، أسماءكم، تفضلاً، المناطق اللي أنتم موجودين فيها، يعني هدفكم من حضور الندوة الإلكترونية. كل هذه يهمنا إن إحنا نعرفها قبل البدء. حياكم الله جميعا. إذا معنا تخصص تربية خاصة، حياك الله أستاذة سناء من الكويت، حياكم أصول تربية، رياضيات، لغة عربية، لغة إنجليزية، أحياء، حياكم الله. أيضا حياك الله الدكتورة سهى، سعيدة بوجودك. أستاذة بشاير، حياك الله، سعيدة بوجودك، سعيدة بوجود الجميع، حياكم الله. إذن مشرف تقنية معلومات، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، مصممة تعليمية أستاذة مرام، حياك الله، أستاذ عبد الله، حياكم الله. إذا ما شاء الله يعني معانا الحضور ما شاء الله متنوع يعني في
تخصصات ومتنوع من حيث المناطق، وما شاء الله متنوع من حيث المؤهلات العلمية. كل هذا من أجل بإذن الله التعرف على موضوع الإنفوغرافيك. أنا يعني للأمانة يمكن حتكون شوية جلستنا قصيرة في الندوة الإلكترونية اللي هو ساعتين فقط، بس إحنا حنحاول قدر المستطاع إن إحنا نقدم كل ما يفيدنا في تصميم هذان النوعان اللي هم المتحرك والثابت. أنا للأمانة بس يعني أشير إلى أنه يجدني يعني حقيقة يفيدنا كثير اللي هو المشاركة الفعالة، تبادل الخبرات، التنفيذ الفوري لأي تطبيقات. حاجة مهمة دائما أكد عليها اللي هي الممارسة العملية المستمرة للمهارات المكتسبة في الدورات أو البرامج أو الندوات الإلكترونية، أيضا عدم فقدانها، لأنه لو طبقنا بعد ما ننتهي بإذن الله سنضمن اكتساب هذه المهارة. توقعاتكم عن الندوة الإلكترونية هذه أو عن الدورة التدريبية هذه؟ سريعا تفضلا. أعتقد الصوت واضح. أستاذة فاطمة، التطبيقات أو مواقع تخدم الانفوغرافيك فعلا صحيح، لأنه المجال البرامج فيها كثيرة والمواقع أيضا كثيرة جدا، يعني تطبيق عملي بإذن الله. إذا أفضل الأدوات صحيح لتصميم الانفوغرافيك، المتطلبات ممتاز، هذه النقطة جدا مهمة. أيوة فعلا، اللي هو التعرف في الانفوغرافيك وتطبيق وتطبيقاته بشكل بسيط جدا، هو هذا ما نحرص عليه، لأنه موضوع الانفوغرافيك متسع والبرامج التي تخدم تصميم الانفوغرافيك كثيرة جدا، لكن ما هي أبسط الطرق للوصول لهذا الأمر بإذن الله حتكون سهلة. طبعا هنا عندنا صورة يمكن تلاحظونها مع بعض، طالب مسكين بين كم هائل من الورق وبين اختبارات تيست وما بين وورك وما بين إساي مطلوب منه مقالة أكاديمية وما بين، وطبعا يحاول أن يصرخ ويطلب النجدة ويقول هيلب مي. يعني وصلنا إلى ماذا؟ إلى أنه الطالب لا يستطيع الوصول، ممتاز أحسنتي أستاذة مستورة، لا يستطيع الوصول للمعلومة بسهولة، أصبحنا في انفجار معرفي هائل جدا للأمانة ومتسع جدا، وأصبحنا يعني أصبحت المعرفة البشرية تتضاعف، أصبحت التخصصات أكثر دقة. طيب المتعلم فين من هذا كله؟ يعني أين هو من هذا؟ أصبحت في تقنيات تسهل وممتاز وتبسط من عرض المعلومة بشكل مبسط. لهذا ظهر عندنا ما يعرف بالإنفوغرافيك. ببساطة شديدة الإنفوغرافيك عبارة عن ماذا؟ فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة والكثيفة، هذه نقطة مهمة جدا في تصميم الإنفوغرافيك، اللي هو أنها تكون معقدة وكثيفة إلى صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بشكل واضح ومشوق دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوص. لهذا ليس أي معلومات وليس وما هو أي مفهوم أو أي بيانات ممكن نحن نحولها لإنفوغرافيك، إذا كانت هي في أساسها سهلة وبسيطة فما الهدف من تحويلها إلى إنفوغرافيك؟ الإنفوغرافيك متى يكون مهم؟ لما يكون المعلومات معقدة أو ممكن تكون كثيفة. ليه؟ لأنها ببساطة تسهل، لأن الإنفوغرافيك تسهل وصول المعلومة. طبعاً ما الذي دعا لي طبعا ما الذي دعا للإنفوغرافيك التعليمي أو لظهور ما يسمى بالإنفوغرافيك التعليمي؟ حرصنا على تبسيط وتشويق الطالب أو المتعلم، أيضا مثل ما ذكرت لكم الانفجار المعرفي الذي نشهده حقيقة في الآونة الأخيرة، كثرة المؤلفات، كثرة التخصصات، كثرة الإنتاج العلمي. طيب الطالب إما يعني هو أمام أمرين، إما أن يحصل على معرفة بسيطة وهذا لا يتلائم يعني مع مخرجاته للأمانة، أو أنه يكون مزدحم مثل الصورة اللي رأيناها قبل قليل في كم هائل من الأوراق. فتمثيل البيانات جدا مهم في صورة أشكال ورسوم. طبعا هذا الأمر قديم جدا، يعني الإنسان من العصر القديم هو يترك لنا
ماذا يترك لنا رسوم ونقوش حتى توصل لنا المعلومة يعني بأبسط صورة بأبسط شكل. طبعا تطورت المعرفة عند الإنسان وأصبحنا وصلنا إلى مرحلة الكتابة والتدوين، واختلف التدوين على وسائط مختلفة حتى ظهر الورق، وبعد كذا أصبحت عندنا وسائط رقمية، وأصبح عندنا انفجار معرفي، أصبح عندنا تقنية الانفوجرافيك أو أحد الأدوات التعليمية اللي هو أداة الانفوجرافيك. أصبح الانفوجرافيك مثل ما تلاحظون، مثل ما ذكرتكم في البداية، أصبح بكثرة، كل عام يزداد عندنا موضوع الانفوجرافيك. في 2011 تقريبا كان فيه مليونين صورة انفوجرافيك، أنا متأكد أنه الآن إحنا في 2018 يعني بالملايين الانفوجرافيك أصبح. فهنا طبعا تختلف تسميات الانفوجرافيك، سمي بالرسوم المعلوماتية، ممكن نسميه أيضا أحيانا يرد باسم التصاميم المعلوماتية، البيانات التصويرية التفاعلية، المخططات المعلوماتية البيانية. يعني نعتذر منكم طبعا لأن أنا أحاول بس أن يظهر معايا الشات أثناء العرض، فلهذا يعني أتوقف أحيانا. أنواع الإنفوغرافيك كثيرة، من حيث العرض طبعا اللي اعتمدنا عليه في ندوتنا اليوم اللي هو الثابت والمتحرك، اعتمدنا على طريقة العرض والتفاعلي. أيضا من حيث التخطيط لا تختلف، أحيانا يصنفون الخريطة الذهنية على أنها نوع من أنواع الإنفوغرافيك، أو نسميها مو إنفوغرافيك، نسميها مصورات رقمية أو مصورات معلوماتية، أشكال المنظمة، المصفوفات، الأشكال الهرمية الزمنية، الخطوط التوضيحية الحلقية، الخطوات، الجداول، العلاقات، هذه كلها تعتبر أحيانا من أنواع الإنفوغرافيك من حيث التخطيط. لهذا نجد أن بعض الإنفوغرافيك موجود في عدد من هذه الأنواع من حيث التخطيط، نجد أنه أحيانا في جداول، أحيانا فيها مصفوفات، أحيانا فيها أشكال هرمية، أحيانا في خط زمني تايم لاين، هذا فهي تختلف وتتنوع من حيث التخطيط. ما الأسباب التي نرى أنه من أجلها أصبح ينصح باستخدام الإنفوغرافيك التعليمي؟ طبعا كلنا نعرف أنه يعني شطري الدماغ أو الجهة اليمنى أو الجهة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، كل منهم مسؤول عن أمر. مثلا مثل الجانب الأيمن دائما يهتم بالإبداع، بالخيال، بالعواطف، يعني ممتاز، والجانب الأيسر يهتم بالمنطق والأرقام يعني اللي هي الحاجات هذه كلها. فإحنا عند المتعلم نحاول إن إحنا ندمج بين عند يعني في الإنفوغرافيك نحاول أن نجمع بين الاثنين، نجمع بين المعلومات والأرقام والحقائق والمنطق، هذا اللي هو المادة العلمية، بالإضافة إلى تشويق المتعلم من حيث الخيال والصور والألوان والروابط واللينكات، هذه اللي إحنا نستخدمها في الإنفوغرافيك. لهذا هو نوع من يعني هو أداة محبوبة الإنفوغرافيك، يعني دائما يعني حتى إحنا على مستوى حياتنا المهنية والعلمية، بغض النظر عن الطالب يعني في صفوف الدراسة أو الطلاب والطالبات، دائما يعني نفضل أن نقرأ مادة علمية مبسطة بشكل إيش إنفوغرافيك، لأنها مثل ما ذكرت لكم تجمع بين الروابط وبين الصور وبين الأشكال وبين الأرقام، ويعني وبشكل مبسط وواضح جدا وممتاز. وأيضا مثل ما ذكرت سادنوف إنه يرسخ المعلومة في ذهن المتعلم ولا ينساها إطلاقا. طبعا في مواقع كثيرة جدا 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 اهتمت بموضوع الإنفوغرافيك. أنا ألاحظ الآن إنه مثلا مكتبة التربية أصبح كثير من المواد العلمية يطرحها عن طريق الإنفوغرافيك، أصبحت جامعاتنا ومؤسساتنا ومدارسنا تطرح كثير من النصائح والإرشادات ويعني إظهار مدى الإنجازات عن طريق إيش؟ عن طريق أيضا الإنفوغرافيك. كل المجالات أستاذ زهور، فهي فعلا يعني أصبحت محببة. من المواقع القديمة يعني اللي أنا كنت يعني دائما ما أهتم إنه أوصل لها، كانت تهتم يعني في البدايات قبل كم سنة في الموضوع الإنفوغرافيك، كان في تجسيد بياني، ثقف نفسك، هذه كلها تهتم كثيرا بالإنفوغرافيك. طبعا جميل أن نكون جزء من مجتمعات من
مجتمعات هذه التي تهتم بالإنفوغرافيك لأجل تصميم إنفوغرافيك طبعاً ناجح ومميز لابد من شروط، لابد أن نحققها وتتوافر، يعني هذه كثير كثير ما أؤكد عليها. أحياناً نخلط كثير بين موضوع الملصق الرقمي وبين موضوع الإنفوغرافيك، يعني أو بغض النظر هو يعني رقمي أو حتى بشكله المطبوع، يعني الملصقات كثير ما يتم الخلط بينها وبين الإنفوغرافيك. حتى أصمم إنفوغرافيك ناجح لابد أن أبحث عن مصدر المعلومة بشكل صادق، يعني المعلومة التي تورد في الإنفوغرافيك لابد أن تؤخذ من مصادر موثوقة وصادقة. لهذا من المهم جداً عند تصميم الإنفوغرافيك دائماً ما ندون في ذيل الإنفوغرافيك المصدر أو المرجع الذي من أجله حصلنا أو من هذا المصدر حصلنا على هذه المعلومة. المصطلح العربي المناسب تقريباً ممكن إحنا نقول مصورات معلوماتية. اختيار عنوان ملفت، الإنفوغرافيك دائماً مثلاً يكون فيه عنوان ملفت، يعني يكون مثلاً بصورة سؤال، بصورة يعني عنوان مختصر وملفت جاذب. اختيار بيانات تسهل تمثيلها بصرياً، يعني أحياناً في بيانات لا تمثل بصرياً إطلاقاً، يعني حتى لو حاولنا أن نستخدم لها آيكون أو أي يعني لا تصلح، فهي المفروض تكون بيانات كثيفة ومعقدة وأيضاً يسهل تمثيلها بصرياً. التركيز على موضوع واحد من أهم الأشياء، أن إحنا نركز على موضوع واحد، الإنفوغرافيك لا يحمل إلا فكرة واحدة. أيضاً لأن إحنا اتفقنا أنه من شروط الإنفوغرافيك أن يكون بسيط، يعني هو هدف منه أن يبسط ويوصل المعلومة بشكل سريع جداً بطريقة مشوقة وجاذبة. الحرص على تماسك العلاقات والرابط هذه جداً مهمة، اللينكس جداً مهم في موضوع الإنفوغرافيك. جعل التصميم طبعاً متسلسل في المعلومات. أيضاً الحرص على بساطة التصميم ذكرناها. إضافة المصادر أسفل العمل هذه جداً مهمة، المصدر مهم، المصمم الذي صمم الإنفوغرافيك مهم، من جمع المعلومة مهم أن نذكره في ذيل الإنفوغرافيك. لابد أن يكون الإنفوغرافيك يعني تمت مراجعته إملائيا ونحويا حتى يعني نتدارك الأخطاء. اختيار الصور والألوان المناسبة، الإنفوغرافيك لابد أن يكون ألوانه وصوره مناسبة ويعني مريحة بصريا، هذه نقطة جدا مهمة، يعني كثرة الألوان وكثرة الأشكال وكثرة الروابط في الإنفوغرافيك لا تصح، لكن بشكل مناسب ومعقول. يعني هنالك فرق مثلاً يعني بعض يعني نحن في صورتين، هنا ما هو الإنفوغرافيك، يعني مثلاً هنا مشكور مثلاً أستاذ الدكتور أحمد الحسين وأستاذ عبد الله الحتيبي، هنا كان يعني حاولوا إنهم يعملوا ملصق علمي جزاهم الله خير، وهنا اللي هو ناسي والله الجهل اللي ذكرت هذا الإنفوغرافيك، يعني طبعاً هنا ملصق وهنا إنفوغرافيك، هناك فرق، يعني هذا لا يسمى إنفوغرافيك اللي هو اللي على الجهة اليمنى، أما على الجهة اليسرى ممكن أن يسمى إنفوغرافيك برغم أنه ألوانه وخطوطه وأشكاله يعني كثيفة، لأن الملصق ليس هو الإنفوغرافيك. الإنفوغرافيك الجيد غالباً يكون 60% منه صور، الكتابة تكون قليلة ويكون فيها رموز وأسهم أو إحنا نسميها الروابط، هذه جدا مهمة. الإنفوغرافيك لا يحمل كتابة، معظم الكتابة إنما هو أيقونات ومصورات يعني تبسط المعلومة اللي إحنا نرغب في ذكرها. طبعا عند تصميم الإنفوغرافيك ضروري جدا إن يكون يعني نرجع كثيرا لدائرة الألوان، يعني هذا شكل من أشكال دائرة الألوان، لابد أن تكون الألوان متناغمة قدر المستطاع عند تصميم الإنفوغرافيك. لهذا إحنا حنشتغل الآن على تطبيقات بإذن الله هي سهلت هذا الموضوع، يعني لما تختارين مثلاً خلفية أو الزميل يختار خلفية ممكن تكون سهلة وبسيط إنه تختارين معها أو يتم الاختيار معها بما يتناسب معها من يعني أيقونات وصور. ضروري نأكد كثير 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 على هذا الموضوع اللي هو مصادر الموثوقة للحصول على المعلومة والبيانات. الإنفوغرافيك لا يصمم من أي مصدر ولا بد أن يكون مصدره موثق. لتصميم الإنفوغرافيك تعليمين أتبع خطوات تصميم الإنفوغرافيك. أول حاجة اللي هي أول أمر اللي هو اختيار الفكرة، لا بد أن احنا نختار الفكرة.
ايضا من الحرفيه في عمل الانفوجرافيك ان يتم عمل رسم مبدئي للانفوجرافيك على ورق. يعني احنا دائما نحرص على انه يتم عمل انفوجرافيك على ورق لو بصوره مبسطه كيف ممكن يكون شكل الانفوجرافيك اللي انا اسعى لتصميمه. ايضا العناوين نكتب العنوان الرئيسي مثل ما قلنا بطريقه جاذبه ومختصره جدا، والعناوين الفرعيه ان كانت موجوده. لابد انه الانفوجرافيك كله على بعض يمثل لي وحده متماسكه ويخدم موضوع واحد او فكره واحده. لابد اختيار الالوان بعنايه فائقه، ولابد ان ينقح ويخرج اخراج نهائي. هذه جدا مهمه الخطوات عند تصميم الانفوجرافيك، والتطبيقات والبرامج ساعدت وساهمت بانه نختارها يعني نطبقها بشكل يعني سهل ومرن. عندما يعمل على تصميم الانفوجرافيك فريق عمل طبعا يتم بهذا الشكل، لكن احنا كمعلمين ومعلمات للامانه في الميدان التربوي غالبا يعني ما نقوم بهذه الامور بمفردنا، فلا مشكله ان احنا نبدا بالخطوات التي سبق ذكرها من اختيار الفكره والالوان والمصادر الموثوقه. طبعا تصميم الانفوجرافيك برامج او برمجيات سوفت وير كثير جدا لتصميم هذا النوع من الادوات التعليميه. عندنا بالنسبة للثابت ممكن الفوتوشوب أشهرها، ويحتاج مقاسات معينة ودقة معينة وألوان ويعني أشكال معينة، وطبعا شوية هذا حياخذ منا وقت وجهد لو إحنا اشتغلنا على الفوتوشوب. أما بالنسبة للمتحرك أحيانا الإلستريتور يعني ممكن يساعدنا، لكن أيضا تحتاج لحرفية في العمل. في المقابل في مواقع سهلت لنا تصميم الانفوجرافيك بشكل مجاني، يعني بتراخيص معينة، في المجاني وفي المدفوعة ممكن بمميزات أعلى وبجودة أعلى وبدقة أعلى. لكن إحنا اليوم بإذن الله طبعا حنشتغل على ما هو متوفر أونلاين بشكل أونلاين. اي ممتاز. ايضا الباوربوينت فعلا من يعني انا اتذكر في سنه من السنوات يعني كلفت طالباتي برغم انهم ما كان عندهم اي سابق معرفه بتصميم الانفوجرافيك، للامانه خرجنا تقريبا باكثر من 20 انفوجرافيك وموجوده على حسابي في تويتر لكن قديمه شويه، كلها عن ماذا؟ عن تصميم الانفوجرافيك بالباوربوينت. يعني فقط عملنا المقاسات واشتغلنا، يعني بدأنا ندرج الصور والأيقونات بصيغة البي إن جي ونبسط الفكرة. يعني مثل ما ذكرت لكم ما كان عندهم أدنى معرفة بهذه بتصميم الانفوجرافيك عن طريق الباوربوينت. طبعا الباوربوينت عنده إمكانيات هائلة وعالية جدا، ممكن إن احنا نستفيد منها. بعد كذا الشريحة ممكن نحفظها كصورة. طيب نبدأ بتصميم الانفوجرافيك الثابت. من أشهر المواقع على الإطلاق، ممتاز صفية، اللي هو البيكتو تشارت. البيكتو تشارت من أشهر المواقع اللي تصمم لنا الانفوجرافيك، وأنا عندي عدد من التصميمات يعني أرسلتها، أو عفوا التصاميم اللي أرسلتها لي إحدى المعلمات كانت حرفية عالية في العمل كلها عن طريق البيكتو تشارت. احنا الان حنشتغل باذن الله على هذا البرنامج او عفوا هذا الموقع. يعني حشارك الصفحه اللي هي هنا. طبعا البيكتو تشارت يخدم تصميم ماذا؟ تصميم الانفوجرافيك الثابت. هل هو فقط البيكتو تشارت؟ لا، في كثير مواقع. تهتم بتصميم الانفوجرافيك، لكن يعني هذا أشهرها وأبسطها وأسهلها. طبعا أنا حضع الرابط على قلت يعني إحنا للأمانة أنا شغوفة بأنه نعمل تصاميم عن طريق هذه المواقع وتشاركونا فيها بإذن الله بعد انتهاء الورشة أو الندوة الخاصة بنا اليوم. أنا راح بس أرسلها هنا.
على الرابط. الصوت واضح؟ لأنه في البعض يذكر أن الصوت منخفض. طيب ممتاز، إذا بس الزميلة أو الزميل اللي ذكر أن الصوت منخفض يحاول أن يرفع من نفس الجهاز أو الهيدفون اللي يسمع منه الصوت. طبعا هذا الرابط خاص بهذا الموقع. طبعا أنا حاولت قدر المستطاع، هي المواقع كثيرة متعددة، والفوتوشوب يدعم والباوربوينت يدعم كثير، لكن احنا نبغى نشتغل على أبسط الموجود عندنا، لأنه للحقيقة وأمانة المعلم والمعلمة أعتقد أنه يعني أن احنا في المجال التعليمي وقتنا محدود، ونحتاج أحياناً احنا نصمم حاجات كذا سريعة جداً. هذا من المواقع اللي يسهل علينا هذه العملية. طيب الآن لمن لا يملك حساب ممكن من ساين أب من هنا، طبعاً نبدأ نضيف الفول نيم الاسم الكامل والإيميل ويعني الباسورد، أو ممكن نسجل عن طريق الجيميل أو عن طريق حسابنا في الفيسبوك. طيب أرسلت الرابط، لمن يسأل عن الرابط هذا هو الرابط. بالنسبة لي طبعا لأنه أصلا مسبقا عندي حساب، فأنا مباشرة راح أسجل دخول. لم يتم مشاركة الشاشة، إذا هنا نشارك الشاشة. هل ظهر ظهرت الصورة، صورة مشاركة الساسة؟ هذا الرابط. هل وصل الرابط؟ كذا بهذه الطريقة. ممتاز. إذا تم مشاركة الشاشة وتم إرسال الرابط. طبعا نعيد اللي هو ساين أب من هذا الأيقونة لونها الوردي. نعم يدعم اللغة العربية، ولو ما يدعم في طريقة جدا سهلة الآن راح نطبقها إن شاء الله بإذن الله مع بعض، تدعم جدا يعني النص العربي بأجمل وأفضل صورة. فهنا عندنا ساين أب، نسجل طبعا الفول نيم الايميل الباسورد او عن طريق الفيسبوك او عن طريق الجوجل. فمن يملك ايميل على الجيميل مباشره يسجل عن طريق الجيميل افضل، يعني بشكل سريع جدا. ممكن يعني يعرض له بعض الاسئله، هو يعمل في اي مجال وكذا، الاديوكيشن، عدد افراد المؤسسه، لكن هذه كلها ممكن نجيب عليها. إذا كلنا وصلنا لهذه طبعا أنا راح أسجل دخول مباشرة لأني أملك أصلا إيميل، أو عفوا أملك حساب. نعم نعم أستاذ سلمان، نعم موجود تطبيق عملي مباشرة. طبعا أنا بمجرد ما أسجل راح تظهر لي هذه الشاشة، أي انفوجرافيك قمت بتصميمه سيظهر أمامي في أسفل الصفحة. طبعا هنا كان عندي تصاميم كنت أدرب طالباتي عليها اللي هي تقنيات التعليم، هنا قارة أوروبا مثلا، هنا انفوجرافيك آخر. فجميع الانفوجرافيك إذا ما كنت حذفتها فراح تكون موجودة في نفس الموقع. أيضا تحفظ بطريقة أونلاين، يعني بطريقة أوتوماتيكلي، بحيث أنه مجرد إذا كان النت سريع عند المستخدم، مجرد أي إجراء يقوم فيه على الإنفوغرافيك مباشرة يحفظ العمل. هنا من Create New راح أبدأ أعمل إنفوغرافيك جديد. طبعاً هنا الداشبورد، طبعاً أنا واقف على الداشبورد هنا اللي خاصة بالمستخدم بحسابي. هنا البيانات تظهر، اسمي، لو كنت ضايفة صورة طبعاً من أكاونت سيتينج اللي هي إعدادات الحساب،
أيضا ستظهر هذه كل الخيارات اللي على في الركن الأيمن العلوي، هذا خاصة بالحساب. طبعا ليفل أب هنا نجي نتكلم عن اللي هي الإمكانيات اللي يتيحها هذا الموقع، وكثير من المواقع على نفس السيستم، على نفس النظام، على نفس الآلية، تتيح حساب مجاني له يعني مواصفات معينة. أنا أعتقد أنها هي كافية، لكن إن أراد الشخص أنه هو ممكن يعني يطور من يعني يحصل على مميزات أفضل وأكبر، ممكن أنه عن طريق هنا البرايسنج الأسعار، ممكن هنا يظهر اللي هو المزايا الخاصة بكل حساب مثلا، وكم يعني كم المبلغ المدفوع. لكن انا اعتقد انه جيد الفري، يعني الاكونت فري، لانه ممكن يساعد على تصميم انفوجرافيك عادي وبسيط وجميل، سعه تخزين تقريبا 40 ميجا، يسمح بان نعمل داونلود لصور لها ريزوليوشن جي بي جي وبي ان جي. طبعا احنا يهمنا بي ان جي في التصميم، حنعرف ليش البي ان جي هو مهم. انا معلش ترى يعني المعذره من الحاضرين والحاضرات الزملاء والزميلات، لانه الشات احيانا انا اضطرني اصغره حتى يعني تظهر الشاشه امامي كامله. فاذا هنا نرجع مره اخرى للصفحة الأساسية. من هنا create new، طبعا الانفوغرافيك هنا هذا التبويب خاص بالانفوغرافيك. هنا حيظهر لي طبعا يعني نماذج من الانفوغرافيك. هنا لو أردت أن أعمل create a new انفوغرافيك، طبعا من يكون blank template يكون فارغ، لكن أنا حابة هنا من create account ممكن اختار يعني اظهر لي الخيارات المتاحه، هل هو برزنتيشن ولا ممكن يكون برينتابل ولا ممكن يكون انفوجرافيك. طبعا انا يهمني هنا الانفوجرافيك، انقر على الانفوجرافيك. المعذرة انا صغرت المحادثه حتى بس انه نستطيع ان احنا ننجز. طبعا هنا يظهر لنا اللي هي النماذج المتاحه. انا دائما انا احرص حقيقه يعني للسهوله والسرعه اني انا اختار من تمبلت او نماذج او قوالب جاهزه ومتاحة. طبعا أي قالب مكتوب عليه فيوتشرت معناته هذا مدفوع، يعني ممكن أنه يسمح لك وتنجزين عليه، لك بالأخير لا تستطيعين تصديره أو مشاركته أو تحميله. فإحنا هنا ممكن نبدأ من نموذج جاهز من النماذج المتاحة المجانية. طبعا هنا عندي هذا اللي هو دارك 2 ممكن أستخدمه. أيضا الإنفوغرافيك الموقع هذا طبعا هنا مجرد ما انقر على اي نموذج يجيني خيارين يوز تمبلت او بريفيو، يعني بحيث انه ممكن اعمل له عرض قبل الاستخدام مباشره. انا راح استخدمه طالما انا عارفه شكل النموذج. مجرد ما اختار اي قالب من القوالب يبدأ يحمل الثيم تبع الانفوجرافيك. طبعا راح نجد انه قالب جاهز مكتوب باللغة الانجليزية. هنا العنوان طبعا عبارة عن ايش القوالب في هذا الموقع، عبارة عن يعني بلوكات. مثلا هذا بلوك، ممكن انا اصغر هذا البلوك مثلا كذا، ممكن اضيف اساسا بلوك عن طريق علامة الزائد، ممكن يعني أنقل البلوك هذا من بدل ما يكون في الأعلى ممكن عن طريق موف داون، ممكن يعني أعمل له ديليت أساسا، ممكن أعمل له إعدادات معينة. بمجرد ما أنقر على أي بلوك يطلع لي المقاسات وتطلع لي اللي هي يعني المقاسات الخاصة بهذا الانفوجرافيك. طيب الآن نبدأ مثلا، هذا عندي how to start، ممكن نضع أي عنوان مثلا، نقول تصميم الانفوجرافيك. احيانا في بعض الاحيان انا يعني هي للاسف طبعا باللغه العربيه ما يدعم يعني الوان جميل، عفوا خطوط جميله، يعني خطوط اساسيه واحيانا ما نرغبها. طبعا هنا هذا النص كذا، ممكن احرك النص، ممكن اذا عندي مثلا
أي كائن أرغب في حذفه، فممكن أعمل له تحديد وأحذف هذا الكائن. طبعا هذه البلوكات لا تظهر عند الانتهاء من الانفوغرافيك، لا تظهر هذه البلوكس، إنما يظهر الانفوغرافيك كقطعة كاملة. طيب نعم، ممكن أغير الخط كيف؟ بطريقة سهلة جدا. طبعا هو ممكن، أنا أعتقد إنه هو كعربي ما يدعم خطوط كثير. هنا مجرد ما أظلل النص ممكن أوصل لجميع الخيارات في الأعلى المتاحة، من اختيار للنوع، للحجم، اللي هو اللون، النوع، الحجم، اللي إذا كان تحته، إذا كان مسطر، إذا كان في المنتصف، إذا كان على اليمين. فلاحظوا أنا بغير الآن اللي هي الخطوط، فما تتغير معي. في طريقة جدا سهلة. طبعا احنا في البداية خلينا نكمل يعني شرح الموقع. هنا في حالة إدراجي على اليسار تظهر لي قائمة، في حالة إدراجي أي كائن، لاينز، فوتوز، شيبس، ايكونز، فوتو، باكنج جراوند. لو حبيت اني اغيرها مثلا، بدل ما هي باللون الاسود ممكن اقول انا احتاج هذا اللون مثلا. شايفين كيف تغير؟ مجرد ما أنا أكون واقفة على نفس الكائن وأرغب في تغيير أي إجراء، أي تغيير، مباشرة أذهب لإجراء التغييرات. طيب أيضاً هنا التكست، لو حابة أضيف نص، تايتل، سب تايتل، طبعاً كل هذه متاحة، أو عن طريق أشكال متاحة أيضاً. هنا الألوان، طبعا هذا فقط للمستويات، يعني ليس الحساب المجاني. لو أنا رغبت في إضافة تولز معينة أو أدوات، ممكن أضيف خرائط. يعني أنا كنت مثلا هنا في تشارتس، ممكن أضيف رسوم بيانية. أنا يهمني هنا المابس مثلا، خرائط. أنا أرغب في إضافة مثلا خريطة المملكة على سبيل المثال. مجرد ما أكتب طبعا باللغة الإنجليزية خريطة المملكة، ممكن إني أنا ببساطة أضيفها، فأعمل لها insert. طبعا هي جات فين؟ في البلوك اللي أنا واقفة عليها. طبعا هي مو مكانها هنا، خلينا نحركها. طبعا أنا عندي هنا في رسم بياني اللي هي الدائرة البيانية، راح أحركها، أتحكم فيها وأحذف هذه وأضيف الخريطة هنا. فهنا الماب أقول لهم إن أنا مثلا أنا أحتاج مثلا خريطة المملكة العربية السعودية، وأعمل لها insert. فهنا أضيفت خريطة المملكة. لو أردت تغيير مثلا، يعني هي طبعا أدرجت بمناطقها الإدارية، لو أنا أردت مثلا تغيير في هنا أيقونة القلم أو الخريطة باللون طبعا الأزرق، ممكن إني أنا أغيرها أخليها باللون الرمادي على سبيل المثال، أو تظل مثل ما هي بالأزرق. لكن ممكن طبعا هنا الحدود، الرغبة تكون فيه تظهر الحدود الإدارية. مثلا منطقة نجران أردت إنها بلون تكون مثلا، يكون درسي أنا مثلا عن هذه المنطقة، فممكن أظللها. طيب لو حبيت إني أنا ممكن أضيف هنا معلومات، بحيث من يضع الماوس أو المؤشر على هذه المنطقة يظهر معاه بيانات معينة، مثلا عدد السكان. طبعا هو معطيني افتراضي. لو أردت إضافة عمود هنا، ممكن بعلامة الزائد ضاف لي كولوم، فهنا ممكن أعمل أبديت للماب، لأني أوريدي أنا عملت يعني إدراج لها، فهنا أعمل لها أبديت. فهنا ظهرت عندي إنها بألوان. مجرد ما أضع المؤشر على، طبعا هنا هذه انفوجرافيك تفاعلي، يعني لو كان بالصورة رقمية فحيكون انفوجرافيك تفاعلي. أيوة نعم بالإنجليزي طبعا، لأن هو أصلا موقع باللغة الإنجليزية. أنا أرغب في أني هنا أوضح لكم اللي هي مسألة الرسوم البيانية هذه. مثلا عندي هذه الدائرة البيانية 25% 60%، أبغى أحتاج أني أغير فيها. مجرد ما أنقر على العلامة الخاصة بالقلم اللي هي التحرير، ممكن إني أبدأ أضيف هنا يعني بيان جديد أسميه data for، أو بالعربي ممكن نغير، حتظهر معنا بالعربي. هنا ممكن أضيف رقم
مثلا. طبعا هي ممكن أي هنا، فهنا مباشرة تتغير معي. طبعا لو حبيت إني أنا أغير أصلا من شكل الدائرة البيانية، لا أرغب أن يكون رسم البياني عبارة عن دائرة بيانية، هنا عندي عدد من الأشكال وليكن بهذا الشكل مثلا، وأعمل لها update تظهر عندي هذه الشكل. طبعا هذا النص بإمكاني إني أنا أغير النص. طبعا أنا يهمنا يعني للأمانة راح أكون سعيدة لو صممتوا الانفوجرافيك الخاص بكم وشاركتونا على يعني عن طريق تويتر على حساب الجمعية أو حساب عماد التعليم عن بعد أو كلاهما معا، اللي هو الخاص بمشاركتكم تصميماتكم للانفوجرافيك. طبعا هذه الأدوات الأساسية. طبعا متى يكون الموقع جميل وسهل؟ لما يكون عندكم سرعة الإنترنت جيدة. لا أي يوم أستاذة نوال، أي يوم بالعكس، إحنا نرحب يعني وإن أردتم مشورتنا في ذلك بالعكس حنكون سعداء حقيقة بهذا. الآن أنا أرغب في أن أقف على هذا البلوك مثلا وأعمله ديليت مباشرة، تم مسحه يعني أنا بس يهمني. طبعا هنا الزوم عندنا هنا 100%، ممكن أصغر الزوم شوية. إذا هذا هو هذا البلوك أيضا مثلا أرغب في حذفه. أيضا ممكن عن طريق السيرة الذاتية ممكن تصمم عن طريق هذا الموقع بطريقة سهلة وجميلة. في طريقة جميلة لدعم الوسائط باللغة العربية ممكن نحن نعملها مع بعض. عن طريق إيش؟ عن طريق هنا الباوربوينت، راح أفتح ملف باوربوينت وراح أكتب مثلا المملكة العربية السعودية بالباوربوينت طبعا، وأختار خط جميل مثلا هذا الخط سريعا، أي نوع من أنواع الخطوط مثلا هذا الخط. أكتب هذا النص إن أردت، طبعا أنتم سألتوني في البداية هل يدعم اللغة العربية أو لا، قلت لكم في طريقة جميلة. أكتب النص بهذه الطريقة بزر الفار اليمين حفظ كصورة، هيحفظ لي هذه الصورة كـ PNG هنا في سطح المكتب، وأعمل حفظ. بعد كذا ممكن أدرجها كصورة يعني من أبلود. طبعا هنا ممكن أحمل أي شكل من أشكال الصور اللي عندي أو الأيقونات، وأعمل هنا على سطح المكتب وأعمل هذه الصورة أدرجها. طبعا احنا كتبناها باللون الأسود، لو كتبناها باللون الأبيض كان أفضل، لكن احنا نغير الخلفية أفضل، نغير هذه الخلفية ونجعلها مثلا باللون لون فاتح يعني مثلا وليكن هذا، فظهرت بهذا الشكل النص بشكل جميل في الانفوغرافيك خريطة المملكة العربية السعودية مثلا. هذه الطريقة يعني نتحايل على الموقع بحيث انه نعم ممكن تحمل صورة عن طريق ابلود. بغض النظر استاذة مستورة يعني احنا ممكن نتحايل عنها بهذه الطريقة. طيب الان انا مثلا انتهيت من الانفوغرافيك، ابغى اروح اصدر الانفوغرافيك من بريفيو، ممكن أعاين العمل كذا بهذه الطريقة، وممكن بعد كذا كيف أنا أحمل أعمل داونلود، ممكن هو يسمح لي بشكل مجاني أني أحمله كـ PNG وبكواليتي نورمال كواليتي عادية، فأعمل داونلود أز PNG. أو ممكن بطريقة ثالثة غير الاستعراض وغير الداونلود، ممكن طبعا هو الآن بيحمل، أني أنا ممكن أشارك العمل، ممكن أشارك هذا العمل. طبعاً هو الآن حمل لي العمل هذا، إذن هذا هو الإنفوغرافيك، بس أصغر المستعرض.
هذا طبعا الانفوجرافيك بشكل سريع جدا، خلال يعني تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق صممنا هذا الشكل بطريقة سريعة جدا. طبعا هنا ما في تناغم في الألوان للأمانة، ويعني ما أعتقد أنه في وحدة أو تماسك في شكل الانفوجرافيك، لكن هذا كتصميم سريع جدا. وأنا ممكن أشارككم بعد كذا اللي هي التصاميم الخاصة ب من استطاع انه يصمم عن طريق هذا الموقع. هنا شير ممكن اعمل مش يعني اعمل مشاركه عن طريق اللينك، ممكن اشارك هذا النص هنا، طبعا اللينك الخاص بمشاركه النص. طبعا هو هنا في خيارات مستويات للمشاركه، اذا كان اي شخص او فقط الشخص اللي معاه هذا الرابط. إذن هذا ببساطة الانفوجرافيك الثابت. نأتي للانفوجرافيك المتحرك، لكن نعتقد أن الأفضل نأخذ بريك صلاة لمدة 10 دقائق، ما رأيكم؟ صلاة العشاء. ممتاز. طيب إذن 10 دقائق فقط، إن شاء الله حنكمل على الانفوجرافيك المتحرك بإذن الله. طيب إذن نستأنف العمل على تصميم الإنفوغرافيك المتحرك الآن. أعتقد أنه نحتاج كذا مراجعة سريعة للإنفوغرافيك الثابت الموقع قبل الانتقال للإنفوغرافيك المتحرك. إذن هذا الموقع ذكرنا أنه يساعد على تصميم الإنفوغرافيك الثابت بقوالب جاهزة أو من يعني تمبلت فارغة جديدة. الموقع يدعم طبعا إدراج الجرافيكس أو أشكال الأيكون التي نرغبها من خطوط، طبعا هنا جميع أنواع الخطوط، أيضا الأيقونات والأشكال، أيضا الفوتو. البعض منكم سأل أنه هل ممكن ندرج من سطح المكتب؟ طبعا أكيد نستطيع إدراج من سطح المكتب، ونستطيع استخدام الفوتو الموجودة، هذه هي مكتبة الصور الموجودة في هذا الموقع، أو نستطيع أن نعمل أبلود من هذا الخيار من شريط الأدوات من البراوز، طبعا images اللي هي الصور نستطيع إدراج ما نرغب. طبعا أفضل تصميم أو أفضل صور ممكن إحنا ندرجها الصور PNG. لماذا؟ ها، من يذكر لنا ما هي الأسباب التي تدعونا لاختيار نوع الـ PNG من الصور في تصميم الانفوجرافيك أو غيرها من المصورات الرقمية؟ ما السبب الذي يدعونا لاستخدام الـ PNG للأيقونات أو للشعارات أو للصور؟ ممتاز، تكون محددة، تكون محددة. يعني أنا الآن يعني راح أدرج شكلين مثلا هنا في الـ بلوك تبع العنوان. أنا عندي هنا شعار جامعة الطيبة، لدي صورتين حملتها هذه من جهازي قبل يعني مدة زمنية سابقة أو في مدة زمنية سابقة، يعني لما كنت أشرح للطالبات كيف الفرق بين نوعية الصور، هذا شعار، وأيضا هنا سأدرج شعار آخر للجامعة ونرى الفرق. طبعا الأيسر PNG والأيمن غالباً JPG، هذا هو. طبعاً كيف ممكن البعض يتساءل كيف نستطيع تحميل أي من هاتين يعني النوعين أو هذان النوعان؟ هنا بريفيو، شايفين الفرق بين طبعاً PNG اللي تكون هنا على اليسار هذه، النوع آخر غير الـ PNG على اليمين. فما الفرق بينهما؟ ممتاز، خلفية شفافة، هذا هو الفرق. يعني في فروق أخرى متعددة لكن في التصميم هذا ما يهمنا يعني. ممتاز، إذن هذا هو الفرق. إذا الموقع يمكننا من إدراج الجرافيكس، رفع
أي صورة نرغب برفعها طبعا، ويعطينا مساحة إلى 40 ميجا بايت مثل ما ذكرنا أول الورشة. أيضا تغيير الباكنج جراوند أو الخلفيات من ألوان يعني مصمتة إلى خلفيات يعني ملونة، وفي المكان اللي أنا واقفة عليه راح يغير هذه الخلفية. أيضا إدراج نصوص، ذكرتم إنه إحنا نرغب مثلا بإدراج نصوص عربية، وحتى يكون تصميمنا جميل في النصوص العربية ممكن طريقتين. واحدة من الأخوات ذكرت إنها كتبت عن طريق الوورد ونسقت الخط ونسخت ولصقت ويعني مشي معاها الحال، أو ممكن بطريقة جدا بسيطة وسهلة فعلا أستاذ عبد الله عن طريق اللي هو الفوتوشوب نستطيع، أو ممكن بالباوربوينت نعمل النص ونحفظه كصورة بزر يعني زر الفار اليمين أو كليك يمين، وندرج هذا النص مثل ما درجت أنا على السريع المملكة العربية السعودية. طبعا هذا الخط غير موجود أصلا في الموقع، لكن بهذه الطريقة أيضا ممكن ندرج أدوات، ووريتكم كيف ممكن ندرج خريطة وكيف ممكن ندرج تشارت أو رسوم بيانية. هنا أيضا الموقع يتيح لي إني أنا أدرج فيديو، لكن طبعا الفيديو في حالة إذا أنا أدرجت فيديو طبعا عن طريق الرابط ممكن نذهب لليوتيوب أو للمكان المحفوظ فيه الفيديو، أختار الفيديو الذي أرغب في إدراجه. أبشر أستاذ الزهور، سنعيدها لكن في الموقع الآخر الذي يدعم تصميم الانفوغرافيك المتحرك. هنا فقط أرغب في إدراج فيديو، أنا عندي شوية النت تقريبا بطيء، مثلا وليكن أي مقطع فيديو، مثلا هنا منتدى مسك العالمية 2018، عندي هذا الفيديو مثلا تبع اللي هو منتدى مسك، لو نسخت الرابط ورحت ألصقته في البكتور تشارت هنا في هذا الموقع، عن طريق الرابط طبعا تلاحظون عند تحميل الانفوجرافيك لما حملته ظهر لي العلامة الخاصة بالموقع أسفل الانفوجرافيك، فهذا من يعني من مواصفات الحساب المجاني. لكن لو اشتركتي في أو الزميل اشترك في النسخ المدفوعة فممكن بعضها لا يدعم الحساب المجاني. وهنا أنا أحاول إني أضع الرابط خاص بالفيديو، شايفين أدرج لي لكن بس نصغر شوية نعم لابد يكون الفيديو مرفوع فعلا على اليوتيوب، وهذا ذكاء من الموقع، موقع البكتور تشارت. من يذكر السبب؟ يعني هو لا يسمح بتحميل الفيديوهات. الآن حنشوف حتى في موقع تصميم الانفوجرافيك المتحرك يدعم، ممكن الموقع اللي الآن يعني نتناوله معا يدعم رفع الفيديوهات للحسابات المدفوعة، لكن المجانية لا يدعم، إنما عن طريق الرابط. ليش؟ ببساطة، لا بغض النظر استاذ بشار عن فعلا هو موقع اونلاين، لكن انا لو رفعت فيديو موجود عندي على جهاز فين حيروح؟ بغض النظر حفظ حقوق، انا ممكن يكون الفيديو من تصميمي انا مثلا او تصميم المعلم او المعلمه، لكن يرغب في ادراجه عن طريق على البيكتور تشارت. ممتاز ممتاز التصفيه، لانه في الاخير لما يرفع عن طريق مثلا سطح المكتب من عندي او من جهازي هو راح ياخذ مساحه من السيرفر على الموقع، فتخيلوا ملايين المستخدمين وعشرات الفيديوهات حتكون لي ملايين حيكون لي ملايين ماذا؟ ملايين الفيديوهات.
طبعا هذا لو حفظته، طبعا هنا موجود عندي الفيديو، نعمل بريفيو. طبعا هذا حيكون كيف شكل الفيديو أدرج. مثل ما ذكرت لكم الفيديو لن يعمل في النسخة المطبوعة، يعني عفوا المحملة، إنما عن طريق المشاركة. لو شاركت الآن أي منكم، مثلا أنا أرغب في مشاركة هذا الانفوغرافيك معكم، مثلا نقول anyone can view the sharing link، ونعمل كذا نسخ. لو ممكن يكون له باسورد، لكن برضو النسخة المدفوعة. الآن حشارك معاكم الرابط، ياليت الكل يدخل على هذا الرابط، الجميع فضلا على هذا الرابط، ويرى الانفوغرافيك. أتمنى أن الجميع يوصل لي الانفوغرافيك عن طريق الرابط. هل استطاع يعني أخوة الأخوات الوصول للرابط الانفوغرافيك؟ ممتاز. من استطاع الوصول؟ طبعا يعني لاحظوا انه يظهر لي المعلومات published by تغريده رحيلي، شايفين؟ وهنا الانفوغرافيك، وهنا الفيديو. ممكن اشغل هذا الفيديو بهذا الطريقه. ممتاز ممتاز. وممكن اعمل له في الاخير شير. واضح. بهذه الطريقة ممكن احنا نصمم انفوجرافيك تفاعلي، ممكن يكون مدعم بالروابط، ممكن يدعم مدعم بالفيديوهات، مدعم بالصور. لو وضعنا على الدائرة البيانية المؤشر، ستظهر الأرقام اللي كانت مدرجة. طبعا احنا أخذناه بشكل بسيط يعني وسريع. أيضا على الخريطة ممكن مجرد ما أضع على منطقة الرياض يظهر لي 20 مثلا، اللي هو عدد السكان. طبعا هذا الافتراضي الديفولت، انا كنت مدرجه عمود او كولوم، ظهر لي صفر لاني اصلا ما ادخلت اي معطى. شايفين؟ لا اعلم اذا كان يعني قدرتوا توصلون للطريقه التفاعليه هذه او لا. طبعا هو هنا الصوت الفيديو ظاهر لو تلاحظون، اللي هو هذا صوت الفيديو. إذا أنا أغلق الصفحة. أتمنى 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 يعني حقيقة أنكم تشاركون على نهاية يعني الدورة أو ورشتنا اليوم، اللي هو تصاميمكم في هذا اليوم أو في أيام أخرى. يعني طبعا راح أذكر لكم حسابي في نهاية الدورة. نأتي الآن لماذا لي اللي هو الفيديو. دقيقة أخوات والزملاء، السلام عليكم. إذن الآن معنا اللي هو الموقع الآخر الخاص بتصميم الانفوغرافيك المتحرك. طبعا
الانفوجرافيك المتحرك من أشهر المواقع التي تسمح بتصميم الانفوجرافيك المتحرك. طبعا الانفوجرافيك المتحرك هو نفسه الانفوجرافيك لكن بطريقة متحركة، يعني نفس الجرافيك اللي احنا حنستخدمها بنفس المواصفات بنفس المزايا بنفس النسب لكنها بطريقة متحركة. طبعاً المتحركة تعطي نوعاً ما روح للإنفوغرافيك أكثر من الثابتة. هنا عندنا هذا الموقع شهير جداً طبعاً، وممكن البعض منكم أصلاً عمل على هذا الموقع. أيضاً نفس خصائص المواقع المتعددة الكثيرة اللي نعرفها، في حساب مجاني وفي حسابات مدفوعة لكل منها مزاياها. لكن للأمانة هو موقع جبار، يعني جميل جداً، راح أرسل لكم الرابط هنا. نعم مثل الفيديو. لا مجاني، مجاني استاذ وضحى، هو مجاني لكن من نفس فكرة البيكتو تشارت. ممكن يكون إن أردتي ترقيته يعني لمزايا أكثر ممكن يكون مدفوع، لكن هو يسمح لك بشكل مجاني. طبعا كل المواقع بشكل مجاني لابد أن تضع العلامة التجارية الخاصة بها على نفس إيش، على نفس التصميم. هذا الموقع سريعا نفس فكرة الموقع السابق، ساين اب لمن لا يملك حساب. طب محمد يقول الصوت هل هو واضح لديكم؟ صوت طبعا. هنا مجموع البيانات المطلوبة، الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والباسورد ونوع الوظيفة. دائما احنا حنكتب تيتشر او معلم. هنا ظهر لي الاديوكيشن، ممكن ممتاز. إذا هذا الموقع باعتبرني أنا أصلاً أملك حساب سابق، فأنا راح أدخل مباشرة الموقع حتى يعني الوقت. لو تشاركين أستاذة زينب، هو موقع حرسل لكم أستاذة مرام مرة أخرى. هل وصلكم؟ يا ليت اللي عندهم تصاميم يعني تفضلاً بس يشاركوني تصاميمهم، حفظكم الله، سواء كان اليوم أو أيام أخرى. هذا حسابي. هل وصل رابط الموقع الآخر؟ هذا فقط حسابي على تويتر، فقط شاركونا تصاميمكم حتى نفيد ونستفيد، نفيد بعضنا، لأن مناهجنا غالبا حتكون واحدة، فممكن احنا نستفيد. طبعا من المهم جدا انه حقوق الملكية الفكرية، طبعا هذا من يعني من شرف المهنة، حفظ حقوق الملكية الفكرية لبعضنا البعض. لهذا انا ذكرت لكم في البداية انه المفروض ان نذكر مصدر المعلومات تكون موثوقة من مراجع يعني فيها مصداقية، وايضا نذكر دائما في، طبعا هذا انا ما طبقته معاكم لكن اعتقد انه واضح بالنسبه لكم من الانفوجرافيك اللي عرضته لكم في البدايه، اللي هو ايش، نهايه الانفوجرافيك يوضع المرجع بالاضافه الى ان نضع، انا يعني راح اوريكم انفوجرافيك مصمم من مكتب التربيه العربي، يضعون دائما المرجع. من الافضل لما تكون تصاميمنا شخصيه ان نضع من الذي صمم الانفوجرافيك وطريقه التواصل معه. طبعا هذا افضل طريقه. هنا مكتب التربيه العربي بدا مؤخرا يعني بانتاج، نعم صحيح هذا فزه، فيه هذا الموقع فيه البوتون، فيه تصاميم متحركه. الان حنشوفها مع بعض، موقع جميل للغاية، لكن فقط يعني أرغب في أن أوضح لكم اللي هو طريقة إدراج المراجع. طبعا هذا يعطي أصلا مصداقية وموثوقية للإنفوغرافيك. هنا هذا نوع من أنواع الإنفوغرافيك المصمم عن طريق مكتب التربية العربي، الاجتماع التعليم الدولي طبعا 2018 مؤخرا.
هذا الانفوجرافيك. شايفين وضعوه هنا في أسفل الانفوجرافيك اللي هو موقع يعني طبعا الشعار تبع المكتب، وأسفل اللي هو الحساب الخاص بالتواصل مع المكتب. شايفين كيف طريقته سهلة وبسيطة، رغم أنه في نصوص كثيرة في الأسفل إلا أنه أتى بطريقة سهلة سلسة. واضح؟ إذا أرسل لكم مرة أخرى. أرسل لكم مرة أخرى رابط الموقع. الآن راح أسجل أنا على مباشرة ساين إن، لأنه أصلا أمتلك أنا إيميل. لا، الموقع متاح، ليس فترة تجريبية، لا تجريبية. ممكن الأيقونات والخلفيات والتصاميم اللي هي في الأساس ما هي مجانية، لكن هو لا يدعم بشكل مجاني عن طريق الحساب الفري إلى ما شاء الله. لكن مثل ما ذكرت لكم في الموقع السابق، أحيانا بعض القوالب ما تكون متاحة بشكل مجاني. أكيد له ساعة محددة في الاستخدام لكنها عالية، يعني لأن أنا شغالة على يعني أكثر من سنتين يعني، ولم يذكر لي مسبقا إنه يعني إن الساعة امتلأت أو ما إلى ذلك. طبعا نفس فكرة البيكتو تشارت، الآن هذا الموقع موجود البوتون. طبعا هو يعني موقع جميل ورائع جدا لعمل الانفوجرافيك المتحرك او عمل القصص الرقميه او عمل الرسوم المتحركه او الكرتون المتحرك الرقمي، رائعه جدا بطريقه جميله جدا وسهله. لا هو يسمح، بالعكس استاذه فوزيه يسمح لكن ما تستخدمين الايقونات غير المجانيه، هذه الفكره. يعني الان يعني راح اوريكم هذا الموضوع. الآن جميع ما تم تصميمه عندك حيظهر هنا محفوظ، مثل طريقة السوي ومثل طريقة ون نوت ومثل طريقة البيكتو تشارت ومثل كثير من المواقع. الآن هنا حسابي، هذا هو الأكاونت خاص اللي هو باسمي، يعني مجرد ما أدخل أجد كل حاجة هنا. طيب لو أنا رغبت في إنشاء، طبعا ماي بوتونز هذا هو اللي أنا صممته، كل شيء موجود في هذه الصفحة. هنا مثلا على سبيل المثال صممت هذا طيب قبل ما يعني خليني، أنا هنا عندي مجموعة قائمة تشغيل يوتيوب كانوا من تصميم طالباتي. مثل ما ذكرت لكم القائمة هذه بدأوا يعني في تصميم الطالبات بأنفسهم من الصفر، يعني ممكن البطاقات فعلا التفاعلية، لكن الطالبات بدأوا من الصفر، يعني ما كان عندهم أي مهارات سابقة في تصميم الانفوجرافيك المتحرك. فاشتغلنا مع بعض يعني مدة كم أسبوع لإنتاج انفوجرافيك عن طريق البوتون انفوجرافيك متحرك، وضعتها في قائمة تشغيل. أنا الآن ممكن أرسلها لكم، أرسل لكم رابط القائمة وطلعوا عليها. راح نشوف مع بعض أول، طبعا هو ممكن نسميه إحنا أحيانا الموشن جرافيك، الموشن جرافيك. هذا رابط القائمة راح أرسله لكم، أتمنى تطلعوا على الإمكانيات الجميلة في هذا الموقع. طبعا كلها هذه باستثناء تقريبا فيديو واحد حيظهر معاكم، كلها هذه صممت عن طريق البوتون. يا ليت تطلعوا عليها، يعني لو تحفظون الرابط عندكم. طالباتنا للأمانة جميلات يعني ومبدعات، مجرد ما نعطيهم الأدوات الكافية لإنتاج أي منتج تعليمي راح يبدعون في هذا الموضوع. هذا فيه هنا راح أريكم بس مقتطفات من أول واحد.
طبعا حقق تعليق الطالبة. طبعا هذا يا أخوات فقط واحد من أصل 41 تقريبا موشن جرافيك تشتغل على الطالبات عن طريق هذا الموقع. مثل ما ذكرت لكم يدعم القصص الرقمية، ممكن بطريقة قصة، ممكن بطريقة انفوجرافيك، بأي طريقة حسب المحتوى اللي أنت اللي تضعينه في إنتاجك لهذا المنتج الرقمي. الآن كيف نشتغل أصلا انفوجرافيك؟ حنشتغل مثلا من هنا بلانك بوتون، هننقر على علامة الزائد هذه، نفس الفكرة الموقع البرنامج السابق. طبعا أنا أقول لكم الطالبات بدأوا في قائمة التشغيل هذه بدون ما يكون عندهم أي سابق معرفة بهذا الموقع إطلاقا ولا مواقع مشابهة، فاشتغلوا بأنفسهم، يعني برغم أنه في البداية وجدوا يعني صعوبة كيف إحنا حنشتغل هذه التصاميم وإحنا ما استطعنا أن إحنا نعمل أي شيء قبلها، لكن ما شاء الله يعني أبدعوا للأمانة، والبعض منهم كان بصوتهم. فطالباتنا للأمانة وطلابنا مبدعين، فقط نعطيهم الأدوات الكافية وهم بإذن الله سينطلقون في تعليمهم. جميل أن نكسبهم المهارات الرقمية هذه، طبعا شوية بطيء أنا عندي لأن النت شوية أعتقد أنه ثقيل. صحيح أستاذة جواهر، هل الصوت واضح؟ طبعا فكرته هو أنيميت برضو أيضا نفس الفكرة. صحيح، طبعا فكرة الموقع هذا مثل الباوربوينت بالضبط، عبارة عن شرائح سلايد، كل ما ندرج الشريحة يدرج لنا مشهد من 10 ثواني. إن أردت تقصير هذا المشهد لأقل من 10 ثواني كل سلايد أو كل شريحة ممكن. طبعا هنا يقول لك عندك قوالب متعددة، ماذا ترغبين؟ أنا راح أختار انفوجرافيك، هذه اللي هي الثانية من اليمين. طبعا هنا اخترت الانفوجرافيك، راح يعطيني مساحة العمل الخاصة بي. مساحة العمل هذه إيش موجود فيها؟ على اليسار الشرائح، كل ما أبغى أضيف شريحة add slide، بعد كده add slide، غالبا حتكون كل شريحة 10 ثواني، ممكن أقصرها وأزودها عن طريق ناقص وزائد الموجودة في التايم لاين هنا. طيب في ممكن حركات انتقالية نفس فكرة الباوربوينت، من السهم اللي يكون بين كل شريحة وشريحة. أيضا هنا على اليمين كل الشريط الأدوات الخاص بي، نفس فكرة الدكتور تشارت. هنا سنس ممكن يدرج لك مشاهد، يعني إيش مشاهد؟ مشاهد يعني أخذ الشريحة بكل ما فيها. هو عمل لك هنا انترو، انتروز اللي هي انترودكشن، يعني تكون مقدمة للانفوجرافيك المتحرك أو الموشن جرافيك. مثلا أختار طبعا أي واحدة فيها في شعار كذا، إذا رأيت أعرف أنه هذا ما هو مجاني. طيب هنا غير متاح، نشوفه بعد كذا ممكن حيظهر لنا أي شريحة مكتوب عليها برو، هذه تكون غير مجانية. مثلا نختار هذا المشهد، المشهد يعني إيش؟ يعني هو راح يضع لي المشهد بكل تفاصيله بحركات. مثلا نشغل هنا هذا المشهد، طبعا في أداتين تشغيل، واحدة زرقاء واحدة تميل للأسود. فالأزرق معناته إيش؟ معناته نفس الكائن، لكن الأسود معناته إنه كل المشهد راح يتحرك. شايفين؟ طبعاً في التايم لاين حيجيني هنا الكائنات، حبيت أحرك مثلاً هنا 4 كائنات اللي هو الكوبين يظهرون مع بعض. لو أنا حبيت إني أحرك مثلاً الكوب هذا أسحبه وأضعه في البداية على سبيل المثال،
ممكن أحدد الكوب وأبدأ أسحب، يعني أخليه يأتي يعني في البداية أو في النهاية وهكذا. ممكن هنا برضو نفس الفكرة، اللي هو بريفيو استعراض أو سيف، طبعا هو راح يحفظ برضو أوتوماتيكلي. الزوم هنا عندنا، هذا الزوم هنا عندنا اللي هو الانفوجرافيك المتحرك. في النهاية أنا بعرضه على إيش، هوريزنتال بالعرض، يعني اللي هو اللي يناسب اليوتيوب والفيسبوك، ولا سكوير مربع اللي هو يناسب الفيسبوك ولا الانستغرام، او فيرتيكال اللي هو عن طريق بشكل عمودي حيعرض على جوال او على الفيسبوك. طبعا هذا ناخذ بالنا منها كثير. ليه؟ هذه حتكون الاعدادات في البدايه، لان ممكن اصمم شغلي وانتهي واقول له فيرتيكال مثلا ابغى اعرضه على جوال، شوفوا الان حختار الفيرتيكال، كيف حيصير؟ راح يصير بهذه الطريقه. انا راح اسوي بريفيو مثلا، شايفين كيف راح تجي بهذه الطريقه؟ الشاشه ملغيه، يعني اليمين واليسار تم اختصاصها لان انا اخترت المقاس بعد التصميم. فالمقاس في البدايه يتم اختياره قبل ايش؟ قبل التصميم. واضحه هذه النقطه؟ شايفين كيف الاكواب جات مؤخرا وصار كل حاجه، كل التحرك تبع الجرافيك أتى يعني مبتور لأنه أنا اخترت المقاس بعد التصميم. أعتقد واضحة هذه النقطة، ممتاز. طيب بعد كذا هذا بالنسبة للمشاهد. طبعا أنا ضفت المشهد، راح يعني نرجع المقاس للهوريزنتال اللي هو بشكل أفقي. الآن لو جيت عرضت مرة ثانية كيف راح يكون العرض؟ راح يكون بكامل الشاشة. طبعا هنا جاتني مساحة كبيرة بيضاء، مسافة كبيرة. ليه؟ لأن أنا من البداية لما صممت واخترت المشهد أنا حركت الكائنات وضعتها تظهر لي، يعني مثلا بعد تقريبا مدة من الزمن. وأيضا الشاشة البيضاء هذه تعرض لأنه أساسا هنا أنا أدرجت شريحتين بعشرة ثواني، عشرة ثواني كلها فارغة. فأنا لو سحبت هذا المشهد، ممكن حطيته هنا ورجعت سويت بريفيو مرة ثانية، راح يجيني المشهد. في البداية بعد كذا تجيني الشاشات الفارغة، شايفين؟ طيب الآن هنا أنا برضو عندي، أنا اخترت شاشة البداية، راح اختار هنا شاشة لكن مو في الانترو، في مشاهد أخرى وليكن سبيسيفيك مثلاً. طبعا كل تصنيف تحته مجموعه من المشاهد. شايفين لما كنت اقول لكم برو بلس، هذه معناتها لو استخدمتها ممكن يسمح لك بالاستخدام، لكن لما تجين تصدرين العمل او تعملين له شيرنج لا يسمح لك الا بعد الاشتراك. طبعا هنا في اللي هو جريت اللي هي الشبكه حتى يكون تصميم اوضح، يعني مجرد ما يعني الركن الايسر العلوي جريت، هذه فقط للتصميم لا تظهر في شكل الفيديو الانفوجرافيك المتحرك، شايفين؟ طيب مثلا انا راح اختار هذه، طبعا قدر المستطاع يتم استخدام، طبعا هذه برو المفروض ان انا ما استخدمها، خطا حتى هو عملي برو فما راح تسمح لي بتصدير عمل. ايضا هذه برو راح اختار من ايضا راح اتراجع عن الخطوه هذه، كنترول زد اتراجع، ممكن استخدم هذا الفري. طبعا في حاله لو استخدمت مشهد واردت تغيير النسب الالوان، مجرد ما اوقف على كل كائن يجيني هنا علامه الترس هذه انقرها، حيكون فيها كل السيتنج الخاص بالجرافيك، حجم النص، الاقتصاص، كلها هذه موجوده في كل ما اوقف على جرافيك معين. طيب الأستاذة فزة تقول طبقي حركات انتقالية، ممكن صحيح في مواقع أفضل لكن هذا أكثر شيوعا. هنا ممكن أضيف الكاركترز، طبعا متى نضيف الكاركترز؟ لما يكون في قصة عندي، مثلا قصة رقمية أو محتاجة نعمل موشن جرافيك ممكن أضيفها. ممكن هنا أضيف الأشكال والدوائر والألوان،
ممكن الساوند أو الأصوات، ممكن مباشرة أسجل صوت معين، أنا خليني أدرج هنا شكل أو مشهد، وبعد كذا ممكن أسجل صوت من صدر العمل وأشارككم هذا العمل. مثلا هنا نبغى نعمل بلاش الايمج، ممكن يعني تصنيف آخر، كونسبت مثلا وليكن هذا. ممكن أغير هنا في النص، في مثلا أيقونة أو جرافيك أنا ما تخدمني، ممكن أحددها وأعمل ديليت ومباشرة أضيف من الميديا أي شكل من الأشكال. نذهب إلى أول شريحة، طبعا هنا حيعطيني 3 من 3 سلايد، هنا الزوم ذكرناها في البداية. الآن حنروح على الأصوات، كيف نسجل الصوت؟ نسجله بطريقة سهلة جدا، مجرد ما نروح للأصوات الموقع يعطيني يعني تقريبا 3 خيارات، عنده مكتبة أصوات، وممكن أنا يكون عندي اللي هو ماي فويس كفرز اللي هو الأصوات الخاصة بي أنا. مثلا هنا أنا عندي الماي ماي فويس، هذه كلها مقاطع أنا قبل كذا سجلتها على يعني على تصاميم سابقة وحفظها لي، ما يحدث لي أي مقطع إلا فقط لما أعطيه أمر ديليت أو أمر حذف. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه هذه الأصوات فقط لاستخدامي أنا، يعني أحيانا مثلا تجينا أسئلة تقول لك طب أنا سجلت الصوت وراح لمكتبة الأصوات ماي فويس الخاصة بي، هل ممكن إنه آخرين مستخدمين يستخدمون هذا الصوت؟ ممكن إيش؟ طبعا الجواب لا، هذا خاص في المستخدم نفسه بالإيميل اللي هو سجل فيه. الأخت اللي تسأل تقول هو كتب معي بالعربي، أوكي تمام، لكن لما جيت أعرض طلع لي حروف متقطعة. صحيح كلامك، مثلا لما نختار مشهد، مثلا هنا لو جيت أنا كتبت أي نص مثلا يكون مثلا التعليم، إذا كان المشهد جاهز ممكن يعمل لي مشكلة في العرض. فالآن نعرض مرة ثانية مع بعض كذا بهذه الطريقة، نشاهد أن الحروف تأتي متقطعة، ما الحل؟ شايفين كيف تجي الحروف؟ الحل سهل جدا، لأن طبعا شوفوا أنا بقول لكم على قصة، يعني المواقع غالبا أحيانا يعني في أغلب الأحيان هذه المواقع لا تخدم اللغة العربية كإحدى اللغات الحية المهمة. ليش؟ لأنه شوية اللغة العربية تصنيفها في المحتوى الموجود على الإنترنت متأخر، فبالتالي غالبا ما يتم الاهتمام فيها. طبعا إحنا دورنا إيش؟ دورنا إحنا نثري هذه اللغة حتى تأخذ تصنيف يعني عفوا تصنيف عالي في اللغات الحية على الإنترنت. إيش الحل في الحالة اللي ذكرتها الزميلة؟ نأتي للمربع الخاص بالنص ونحدد هذا المربع، أو عفوا مربع النص نحدده ونحذفه تماما، نحذف هذا المربع تماما، وبعد كذا نروح لتكست هنا ونقول له لو سمحت ضيف لي مربع نص add title يعني كعنوان. مباشرة هو راح يضيفها فين؟ في البداية. شايفين؟ راح أسحب هنا وأكتب يعني نص جديد، راح أكتب التعليم. هنا راح أكتب التعليم وراح أظلل النص وراح أختار نوع الخط. إذن راح أختار نوع الخط. في خطوط خاصة باللغة العربية، لكن للأسف مثل ما قلت لكم هي تأتي آخر القائمة، لأن اللغة العربية ليست من اللغات الحية يعني اللي تأخذ تصنيف عالي مثل اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى على الإنترنت. طبعا تكلم وفي إحصائية سنوية
تظهر ب يعني ترتيب اللغة العربية على الإنترنت. طبعا احنا دورنا كعرب وكمستخدمين للإنترنت ان احنا نثري المحتوى الموجود على الإنترنت حتى تكون اللغة العربية من أوائل اللغات الحية على الإنترنت. هو شايفين في آخر القائمة. الآن هختار هذا النوع من الخطوط، أهو تغير، وراح أسوي بريفيو حتى أشوف كيف تغير هذا الخط، كيف طريقة عرضه. طبعا جدا جدا مهم مراعاة كل الشروط والأساسيات اللي ذكرناها في بداية لقائنا، من حيث البساطة، من حيث وحدة وتماسك الانفوجرافيك، المتحرك، الثابت. الآن بس نسوي بريفيو. شايفين كيف؟ الآن حيظهر عندي النص، أهو ظهر عندي النص بطريقة ممتازة. ما أعرف الزميلة هل طبقتي معانا؟ ممتاز. أستاذة مستورة يمكن ما أدري مين اللي ذكرت إنها هي ما يعني ظهر معها هذه المشكلة. طيب الآن نأتي لتسجيل الصوت. هنا تسجيل، أو أستاذ محمد عفوا. طيب الآن نأتي لتسجيل الصوت من الساوند. نذهب إلى مكتبة الأصوات، مثلا إذا رغبت في إضافة صوت ممكن عن طريق آد. يظهر لنا خيارات، هل هو الصوت موجود نعمل له أبلود، أو ممكن يكون موجود على الدروب بوكس أو الجوجل درايف، أو ممكن نعمل تسجيل مباشرة. طبعا أنا عندي مايك مدمج في نفس الكمبيوتر، فالآن يبدأ يظهر لي مؤشر الصوت وأبدأ أنقر على ستارت ريكورد، فيبدأ يحسب لي الثواني 3 2 1. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الانفوجرافيك هذا خاص بالتعليم، يعتبر التعليم ركن هام جدا في أي مجتمع من المجتمعات. ممتاز كده ستوب. هل حيحفظه لي مباشرة في المكتبة؟ يقول لي لا. ابدأ جربي يعني شغل الصوت وهل هو ممتاز أو لا. إذا أوكي أعمل له سيف، إذا في مشكلة أعمل له ديليت وأبدأ أسجل الصوت من جديد. الآن حشغل الصوت معاكم. إذن الآن ممتاز الصوت، أعمل له سيف وأسميه. أنا راح أسميه التعليم وأعمل له سيف. فين ينحفظ؟ هل ينحفظ للجميع، لجميع المستخدمين؟ فقط للمستخدم الحالي. وراح ينضاف، طبعا هو في البداية أعطاني كذا خيار، الخيار هذا ممكن هنا، أيوه شايفين؟ ظهر لي الصوت. طيب هل فقط أنا أرغب أن يكون هذا الصوت الموجود؟ أحيانا أنا أرغب أن يكون فيه خلفية للصوت، فأنا من هنا أضع add music مثلا. في مكتبة مثلا أصوات موجودة أو خلفيات موجودة صوتية في الموقع، فأنا مثلا راح أروح على التوب هنا أو الهبي مثلا. طبعا اي صوت مكتوب امامه برو فهو، او موجود قدامه برو فهو مدفوع. مثلا نجرب هذا الصوت، وليكن هذا الصوت مثلا، اعمل يوز، فراح يجيني الصوت التعليق مع صوت الخلفيه. طبعا الاحمر الصوت المسجل للمستخدم والازرق الصوت الخلفيه. هل طبعا هو كلها مستوى الصوت فيها 100، هل هذا يصح أن يكون الخلفية بنفس مستوى
صوت المستخدم، ممتاز. إذا هذا لا يصح. لو الآن أعطيناه أمر بلاي توجذر مثلا، يكون الصوت مزعج جدا جدا جدا، صوت غير واضح، صوت التعليق غير واضح نهائيا نهائيا. فإذا ممكن نعطيه مثلا، وليكن مثلا 35 على سبيل المثال يعني. الآن نشغل الصوت مرة ثانية. فعلا الآن نعمل مع بعض بريفيو ونشوف كيف إنه الصوت. طبعا هنا صوت المستخدم يكون العالي، شايفين كيف؟ فيكون الصوت عدد الثواني في الصوت متوافقة مع عدد الإجمالي للثواني الخاصة بكل الشرائح. طيب الآن أرغب في مشاركة هذا الفيديو مثلا معاكم، أو شوف كيف طريقة المشاركة أو طريقة التصدير. الآن إكسبورت من هنا، يمكن تصدير العمل. طبعا هنا سلايد شو، ممكن بطريقة سلايد، شايفين؟ اللي هو مثل الباوربوينت، أو الطريقة الموفي اللي هو الأفلام. هنا لو عملت إكسبورت، كيف ممكن نحن نصدر العمل؟ هذه الخيارات للحساب المجاني موجودة، ممكن عن طريق الداونلود، طبعاً MP4 غير مسموح إلا للحسابات المدفوعة، أو ممكن PPT اللي هو الباوربوينت، لكن حيكون مرة بإمكانيات بسيطة جداً. ممكن المتاح حاليا، أنا للأمانة عادة أعمل على تصديره على اليوتيوب، فمجرد ما أختار اليوتيوب، أنا أستاذة صفية على اليوتيوب. طبعا هنا موجودة القناة أنا مضافة، لكن لو رغبت في إضافة أكاونت ثاني، حعمل أد أكاونت، حتظهر لي الإيميلات، ممكن أضيف طبعا الإيميلات. لابد كلنا يكون عندنا قناة على اليوتيوب حتى نصدر العمل. في منكم يذكر انه ما عنده اصلا قناة على اليوتيوب، هل اي شخص، اي يعني حاضر من الزملاء والزميلات موجود عندهم موجودين ما عندهم اللي هو القناة على اليوتيوب؟ طيب ممتاز. عن طريق، فعلا عن طريق جوجل، اي شخص عنده حساب او مستخدم عنده حساب على الجيميل يدخل من الجيميل على اليوتيوب ويسجل الدخول، وحيكون موجود عنده هذه القناة، ممكن يرفع عليها اي عمل. فهنا انا اخترت هنا القناة وجعلت الخصوصية او البرايفسي اللي هي public، وبعد كذا ممكن اعمل next. طبعا اي شخص مشترك في القناة الخاصة بكم او بالمعلم او بالمعلمة، ممكن انه بمجرد ما ارفع هذا الفيديو واجعله بابليك، ممكن مباشرة يستطيع الوصول لهذا الفيديو. فلهذا نكون حذرين، اذا العمل غير مكتمل لا نختار البابليك، ممكن نختار اي خيار اخر. فنعمل نيكست. ايوه ممتاز. طيب استاذة سامية تقول كيف نفعل اليوتيوب؟ حاضر الآن حوريك كيف نفعلها. من هنا من next
طبعا يحب يتأكد ايش عنوان الفيديو او الانفوجرافيك هذا المتحرك اللي احنا صممناه عن طريق الايقونات وعن طريق الروابط وعن طريق النصوص. وهنا نختار الكاتيجوري، غالبا احنا education لانه تعليم، ونجعله public ونعمل ايضا next. هنا اعمل أبلغ خلاص، هو أداني هنا الخيارات. طبعا لو حبينا نسوي هيد للبراندينج اللي هي العلامة التجارية الخاصة بالموقع غير مسموح لأنه الحساب مجاني، فمباشرة راح يعطيني إجباري شو براندينج. بعد كذا يجينا اللي هو الكواليتي، الكواليتي حتكون إيش اللي هي الستاندر اللي هي 480 بكسل. فنعمل أبلود. مجرد ما عملت أبلود مباشرة، مجرد ما أذهب إلى القناة حجد انه يعني احيانا يتأخر عدة دقائق الى ما يتم الرفع، واحيانا يتم التنبيه على الايميل انه تم نشر الفيديو. الان ممكن عن طريق الرابط، بعد ما ينشر عن طريق الرابط ممكن ارسل هذا الانفوجرافيك المتحرك اللي انا قمت بتصميمه. طبعا الانفوجرافيك جميعها تحتاج الجهد ووقت، لكن المتحرك يحتاج مزيد من الوقت والجهد اكثر من الثابت. طبعا هو هنا عمل لي كونجريت تهنئة على علامة الصح هذا الأخضر على أنه تم فعلا نشر هذا الفيديو، لكن أنا أرغب في الحصول على ماذا؟ على الرابط حتى أستطيع إرساله لكم عن طريق الموقع، عن طريق المربع الشات أو المحادثة. فهنا من الرابط هذا طبعا نقرت عليه مباشرة، نسخ لي الرابط، راح أدرج هنا في هذا الرابط. يا ريت الزملاء والزميلات يستطيعون الوصول لهذا الرابط. طبعا هذا الرابط ما راح يكون مو موجود على على اليوتيوب، انما عن طريق البوتون نفسه. فممكن ايضا ننشره على اللينك، على اللينكد ان، ممكن عن طريق الايميل، تويتر، جوجل بلس، فيسبوك، هذه كلها ممكن ان احنا نستطيع مشاركة هذا الانفوجرافيك. اتمنى انه اي زميل من الزملاء الحاضرين استطاع الوصول للرابط للفيديو انه يعطينا علم بذلك. ممتاز. طيب الزميلة اللي تسأل كيف أنا يكون عندي أصلاً قناة على اليوتيوب، جميعنا أي شخص عنده قناة عنده إيميل على الجيميل فهو يمتلك قناة على اليوتيوب. الآن الزميلة سامية فضلاً فقط توصلين عن طريق إيميلك الجيميل، من هنا من الداشبورد الخاصة بالإيميل ممكن توصلين على اليوتيوب بهذه الطريقة. تختارين اليوتيوب، مجرد ما تنقرين على اليوتيوب حيجيكي انه هل ترغب بتنشيط القناة، فتعطينه نعم، ايش الايميل، تتأكدين من الايميل، مباشرة حيوصلك لهذه القناة. بعد كذا راح نروح هنا على الشعار. ممتاز، هنا شايفين النوتيفيكيشنز الاشعارات، هنا وصل لي 2 اشعار، معناته في هنا حركة صارت على القناة. فهنا مجرد ما أدخل على شعاري أو على صورة البروفايل حأجد القناة مكتوب قناتي، حأدخل على قناتي، بعد كذا على الفيديوهات، وحأجد إنه الفيديو تم نشره. شايفين يا الأخوة والأخوات؟ ممتاز، إذن هنا تم نشر هذا الفيديو. طيب كيف أدخلها؟ طبعا مدته 22 ثانية.
شايفين هذا الرابط، راح أعطيكم هذا الرابط، هذا رابط آخر للفيديو اللي هو الموشن الانفوجرافيك المتحرك، لكن على اليوتيوب وليس على البودفون. ياليت برضو من وصل لل من وصل لهذا. ممتاز، إذا تقريبا احنا وصلنا لنهاية الندوة أو الورشة أو الدورة. بقي لنا 5 دقائق. أنا سعيدة حقيقة بوجودي معكم. تمنيت أني أكون يعني قدمت شيء يليق بكم. أمانة أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا حضوركم. أتمنى تشاركوني جميع تصاميمكم التعليمية على حسابي على تويتر. ممكن تعملون منشن لحساب الجمعية، طبعا لهم كل الشكر ولهم كل التقدير. نشكر عمادة التعلم الإلكتروني عبر منصة التزامن على يعني حراكهم هذا الفعال. أي أسئلة ممكن أنه أفيدكم فيها. بالنسبة للشهادات ممكن هم يعني الجمعية إن شاء الله حيفيدون. الله يعافيكم. طبعا سعيدة بوجود عدد من الزميلات، يعني كانوا بلغوني قبل الورشة أنهم ينوون الحضور. سعيدة حقيقة بحضورهم، سعيدة بحضور الجميع. سعيدة لو تشاركونا. إنتاجكم، تصاميمكم في الإنفوغرافيك الثابت أو الإنفوغرافيك المتحرك. بالنسبة لتسجيل الورشة غالبا حيكون إن شاء الله موجود بإذن الله، يعني حيدرج على حساب الجمعية.